أطلقت وزارة الصحة حملات توعوية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى الراغبين في تأدية مناسك الحج لما لها من دور هام وكبير في المحافظة على صحتهم وسلامتهم خلال فترة تواجدهم بالديار المقدسة وتأديتهم للمناسك. وخلال نشرة سابقة قدم الدكتور إبراهيم فاروق عبيد رئيس اللجنة التنسيقية عددا من النصائح الصحية لحجاج بيت الله الحرام. طبعا ضروري لحجاج بمكة البحرين مراجعة المراكز الصحية التابعة لهم، وخصوصا مراجعة الأدوية التي يأخذونها، وخاصة مرضى الضغط ومرضى السكر يجب أن يأخذوا كمية كافية من الأدوية معهم للذهاب إلى مكة. طبعا مهم أن يلاحظ الحجاج أن هذه السنة راح يكون حج في وقت الحر، في الوقت الذي تزيد فيه ضربات الشمس، فنحث حجاج بيت الله على تجنب أوقات الذروة في الشمس خاصة طواف السعي، وأن يحافظوا على شرب كميات كبيرة من السوائل، وكذلك ننصحهم طبعا بضرورة استخدام المناديل عند العطس وتجنب المرضى وخاصة في السكن. كذلك طبعا من الأشياء المهمة في الوقت الصيف النزلات المعوية، فلذلك نحج حجاج بيت الله أن يحافظون على الأكل النظيف وعدم الشراء من الباعة المتجولين، ويحافظون على طريقة تخزين الأدوية خاصة في الباصات.